عندنا ضم جرجير وكوب جبنة فتة مقطعة مكعبات، وعندنا كوب بندورة مجففة وكوب زيتون أسود وكوبين بندورة كرزية، نص كوب زيت زيتون، ربع كوب خل البلسمك، ونص عصير ليمونة وملح وفلفل، ومعلقة من صغيرة من أعشاب المجففة. بالضبط، كتير بسيطة. هلأ أنا اليوم كمان عم بفرجي الستات الطريقة اللي بحفظ فيها الخضار الورقية. دائما بسألوني كيف يضل الجرجير أو البقدونس فرش بالتلاجة مدة طويلة. هلأ أول شيء طبعا أنا غسلته ومنشفته عفوات مطبخية، بعدين حطه بالتبروير من تحت نفس الورق المطبخ هذا، وبعدين مصفت عليه الجرجير بعد ما يكون نشف، ما بصير يكون فيه مي، يعني إشي بسيط إنه تقريبا. برجع باخذ كمان ورقة مطبخية وببلها بس إشي بسيط بهاي الطريقة، وبخليها من فوق، يا أما بهاي الطريقة يا أما بتحطيهم بكيس نايلون. فأنتي هيك بتحتفظي بالخضار الورقية فرش تقريبا لمدة أسبوع مع إغلاقها طبعا بشكل محكم أكيد، حتى ما يدخلها لا هواء ولا أي روايح من الثلاجة. هلأ بدنا نبدأ بالسلطة فانيتا. أول شيء بدي أحط الجرجير اللي عندي. أنا ما بحب أقطعه، في ناس بحبوا يقطعوا الجرجير، هذا اختياري طبعا، إذا حبيتوا تقطعوه قطعوه، بس أنا بلاقيه بصير ينزل مي كتير، فبحب يكون ورقه كبير بالسلطة. كيفك أنتي والسلطات؟ أنا صراحة كتير بحب السلطات أكتر إشي، والجرجير بالذات الجرجير والمعشروم والبلسم عن جد. هلأ بالنسبة للصوص للدريسينج، هون عندي عصير ليمون تقريبا نص ليمونة، يعني كمية بسيطة لأنه في خل بلسمك فما بدنا إياها تطلع حامضة كتير. نحط عليها خل البلسمك، وبدنا نحط أكيد زيت زيتون. ومستعملة أنا خل البلسمك من نيولاند، والخل الأبيض تبعهم كمان رح ندخله هلأ باللحمة. هلأ قد أظن كفاية زيت، رشة ملح بسيطة، فلفل أسود نقطة صغيرة ما تكتروا. والأعشاب الإيطالية المجففة بتعطي كتير نكهة طيبة للدريسينج، تقريبا هيك ريحان، زعتر، إيش ما عندكم إشي من الأعشاب المجففة نحطها كلها هون بالدريسينج ونسكر عليهم. هلأ رح أحط الدريسينج فينيتا على الجرجير وبعدين أضيف باقي المواد، أنا ما بحب كل شيء ينخلط، خصوصا لما يكون في جبنة فتة إذا حطيت الدريسينج عليها من فوق بتتفعص، فبحب بس أخلط الخضار الورقية فيها أحطهم بعدين بنحط الجبنة من فوق. بلسمك لحاله بحسه كتير بيعطي نكهة. والله أنا يعني صراحة يعني كتير عندي إدمان عليه، أي إشي سلطة بحب أحط لها، كتير بحب طعمته ونكهته. هاي خلي البلسمك مع الزيت ومع الملح. بتعرفي بدي ألبس كفوف، أنا عادة برضو بحب أحرك السلطة بإيدي بالإيدين، بحسها بتنخلط صح، تحسي كله فات ببعض. بالضبط، يعني بتحسي الصوص جد. مزبوط. هلأ نخلطهم هيك حتى نتأكد إنه خلي البلسمك، شوفي قد ايه بكش لما بتحطي عليه الدريسنج، خلاص ببطل يعني بتصير كميته بتتضاءل. فهدول تخيلي مثلا ضمتين جرجير، شوفي قد ايه بيصغروا لما جد. بتحطي عليهم الصوص. حطهم بصحن التقديم هيك احسن عشان كله بيصير فوق بعض، يعني في مرات بتحسي الصوص بنحطه بصحن لحال لانه بحب كله ينخلط. هلا اذا بالمطاعم وهيك عاده مزبوط يفضل انهم ينجابوا على السايد، لانه مرات تعرفي كمان الناس يعني مثلا في ناس بيحبوا ليمون زياده خل زياده، يعني ما بتقدري تفرضي عليهم كيف الدريسنج اللي بدك تقدميه، فعادي انه يتقدم على جنب. هلا ما بتحطي الباقي الدريسنج عليه؟ شوفي حسيته كثير لانه يعني لما اطلعت عليه شارب منيح، بنقدر نرجع نحطه من تحت. هلا هاي جبنه الفته انا مقطعتها مكعبات، وبرضه حكيت قبل هيك فينيتا في كثير انواع بالسوق، في انواع كثير كريميه، فاول ما تحطيها بتنهرس عرفتي. فهذا النوع اللي بحب برضه يسألني على صفحتي بجاوبه إنه شو النوع أو البراند يعني اللي بجيبه، بس هيك بضلهم القطع كتير صراحة. وهلأ لما نضيف له البندورة المجففة كتير نكهتها طيبة مع الجرجير. خلينا نوزعها هيك بهذه الطريقة قد ما بدكم طبعا، تقريبا هاي عبوة كبيرة مستعملة نصها أنا لهذا الصحن، إذا عندكم طبعا كمية أكتر أو ناس أكتر بدكم تزيدوا. أنا اليوم اكتشفت أنك شمالية على فكرة. لا لا أنا مستغتر في ليه حطيت الكفة بس بالشمال، فصفيت عم بشتغل بالشمال مع أني لا مش شمالية، بنتي شمالية على فكرة.
انت شماليه؟ انا تنتين. بتعرفي بنتي الصغيره، يعني مش صغيره، صارت منيحه شماليه، وكانت تنجن انها شماليه وهي صغيره، وقال لها يا ماما كل حدا شكل وخلص، ما يعني وعادي وتحاول تدرب حالها تكتب باليمين كانت. انا هذا اللي صار فيي وانا صغيره نفس الإشي، كانوا يضلهم يقولوا لي اللي بكتب بالشمال بفوت النار، ضليت اعملها احاول باليمين. هو شوفي بالاكل بقول لك طبعا انه مستحب يعني عن السنه أكيد. طبعا انه احنا ناكل بالايد اليمين، بس سبحان الله خلص بيقولوا لك حتى بالعكس اللي بيكتبوا بايدهم اليمين بيكونوا بيستعملوا جزء الشمال من دماغهم، واللي بيستعملوا ايدهم يعني الشماليين بيستخدموا جزء اليمين، فما بيصير تلعبي لهم فيه. طب انا هلا شو بستخدم؟ انت التنين، انت ذكيه جدا بستخدم التنين. انت ممتاز وضحك. هلا هاي البندوره المحفوظه بالزيت من نيولاند، بتعرفي بدي اشتغل بدون الكفه هلا احلاها. بتعرف ما كنت اعرف انه في بندوره مجففه جاهزه انه موجوده. عمرك دقتيها؟ كنت ادور عليها. لا صراحه لا، موجوده بالمرتبانات عندهم. بعدين شوفي هي بتتنشف بالبيت، بس بتاخذ كتير بروسس طويله وبتنحفظ بالزيت، فممكن انها تكلف ست البيت قد ما لما بدها تشتريها جاهزه، فيعني حسب الرغبه. اكيد تقدروا تعملوها، عاده تنشف هي برا بالشمس او بالفرن، في طريقتين أظن هيك كفاية. هذا الزيتون اللي استعملته فينيتا زيتون الإسباني يوناني اسمه كالاماتا أوليفز، أنا كتير بحبه لأنه لونه عنهدي وهيك كبيرة، وبسموه حتى ميتي، يعني ميتي يعني زي ما بتشبهه للحمة، بس إنه هيك فيه يعني ما بتحسي حالك عم تاكلي بس القشرة، فيه من جوا طراوة يعني بالزبط. بتحسي أيوة بالضبط. هلأ هيك بندورة شوي حتى نلونها أكتر، وهيك سلطتنا صارت جاهزة، رح نحطها ونبلش بال الطبق الرئيسي. اوكي هات احطها انا. بليز يا حبيبتي. اوكي عشان نعطيهم هلا كمان مقادير الاكله الرئيسيه، احطها على الخشب صح؟ على الخشب لو سمحتي.